السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج الماث Primary 3 أو الصف الثالث الابتدائي Term 1 الترم الأول، طبقا لآخر تعديل حصل على المنهج من كتاب المعاصر، وبنحل طبعا exercises مع بعض، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة زي كل مرة معانا 4 lessons أو 4 دروس هناخدهم مع بعض. عندنا 15 و16 و17 و18، 4 دروس. lesson 15 و16 هما اسمهم arrays، arrays أو المصفوفات. يعني إيه مصفوفة؟ يعني مجموعة من الأرقام أو الرموز مترتبة جنب بعضها بشكل بيخلينا نقدر نستخدمها بشكل منتظم. يعني إيه؟ يعني مثلا دي تعتبر array أو مصفوفة، فيها هنا 1 2 3، الصف الواحد اسمه row والعمود الواحد اسمه column. الأراي دي أو المصفوفة دي بتتكون من 3 rows أو 3 صفوف و 4 columns أو 4 أعمدة. يبقى ده column، ده column، ده column، ده column، كده عمود، ده row، ده row، ده row. يبقى الأراي دي أو المصفوفة دي بتتكون من 3 rows و 4 columns، هي دي الأراي أو هي دي المصفوفة، هنتكلم عنها النهاردة. فهنا بيقول لنا array arrays have horizontal rows and vertical columns. يبقى ايه horizontal؟ يعني أفق أفقي، rows يعني صفوف، صفوف أفقية، و vertical يعني رأسي، vertical columns يعني أعمدة رأسية اللي هي جاية من فوق لتحت. يبقى ده الأفقي اللي هو ماشي كده بشكل بالجنب، الفيرتيكال اللي هو جاي من فوق لتحت اللي هو عمودي. حتى بيقول لنا هنا in this array number of rows 3 number of columns 4. دي أول حاجة لازم نكون عارفينها كويس جدا مع بعض. تاني حاجة لازم نكون عارفينها برضو مع بعض، ازاي نكتب الاراي بشكل أرقام، مش لازم بقى نقول numbers of rows و numbers of column، ممكن نكتبها بالشكل ده. بيقول لك هنا you can write، أنت ممكن تكتب 3 rows of 4. 3 rows يعني أرب يعني 3 صفوف، 3 صفوف زي ما احنا قلنا، of 4، of 4 هنا 4 دي بترمز للكولمز أو الأعمدة، يبقى إيه 3 صفوف بأربع أعمدة. أو or ممكن نكتب 4 columns 4 أعمدة of 3، of 3 يعني إيه؟ لثلاث صفوف، لثري rows. يبقى ممكن نكتبها بشكل من الشكلين دول، يا إما نكتب ال rows الأول، يا إما نكتب ال columns الأول، يا إما نكتب 3 rows of 4 أو نكتب 4 columns of 3. دي طريقة كتابة اسم المصفوفة أو اسم الأراي اللي احنا بنتكلم عنها. هنا بيقول لنا كمان يا أصحابي لازم نبقى عارفين How to find the total number of objects using repeated addition. ازاي نقدر نعرف عدد العناصر اللي موجودة في الأراي أو المصفوفة عندنا مستخدمين الجمع المتكرر؟ ازاي نعرف نشوف بقى عندنا في الأراي دي في كام، مثلا في الاري دي في مثلا كام اوبجكت او كام عنصر. فانا صديقتنا دي بتقول لنا to find the total number of objects، عشان تلاقي عدد الاجمالي بتاع العناصر in any array في اي مصفوفه use skip counting، استخدم العد العد طبعا بالقفز، or repeated addition or repeated addition او الجمع المتكرر. باختصار كده احنا بنشوف كل صف فيه كام، كل رو فيه كام، ونشوف باختصار كده
بنشوف كل رو فيه كام مثلاً. يعني هنا الرو هنا عندنا في 1 2 3 4 ده 4. عندنا كام بقى رو؟ عندنا 1 2 3. كل رو فيه اربع في 4 اوبجكتس او اربع عناصر. يبقى لما يبقى عندنا الصف الواحد او الرو الواحد فيه 4 اوبجكتس وعندنا 3 صفوف، يبقى هنجمع 4 بلس 4 بلس 4 علشان نعرف عندنا كام object أو كام عنصر. ده اسمه الـ repeated addition أو الجمع المتكرر. بشوف كل row مثلا فيه كام object وأجمع الرقم ده بعدد الروز. أو ممكن أعملها بحاجة تانية، أشوف الكولمز عندنا كام كولم. عندنا 1 2 3 4، عندنا 4 كولمز أو 4 أعمدة. الكولم الواحد فيه 1 2 3 3 او 3 اوبجكتس، يبقى هنجمع 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 علشان نعرف عدد الاوبجكتس. يا اما بشوف كل رو فيه كام اوبجكت واجمع الرقم بتاع الروز على بعض، يا اما بشوف كل كولم فيه كام اوبجكت او كل عمود فيه كام اوبجكت واجمع عدد الكولمز على بعض. ده اسمه الريبيتد اديشن او الجمع المتكرر. فلما نيجي نجمع هنا ال 4 بلس 4 بلس 4 هيطلع لنا 12. لما نيجي نجمع هنا ال 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 هيطلع 12 برضو. طبعا هنا بيوضح لنا بقى ازاي بنعمل الكلام ده عن طريق مثلا حاجه اسمها السكيب كاونتنج. Skip counting to find the total number of arrays. هنعمل العد بالقفز علشان نعرف عدد الـ objects الموجودة في كل array أو في كل مصفوفة. فبيقول لنا مثلا في الـ array دي this array have three rows، فيها ثلاث صفوف of four hearts، من كل صف فيه أربع قلوب. Skip counting العد بالقفز by four 3 times، يبقى نقول 4 بعدين 8، هنجمع ال 4 دي 8، هنجمع ال 4 دي 4 تانية هتبقى 8، بعدين هنقول 12، هنجمع على ال 4 التالتة، هنجمع على ال 8 4 هتبقى 12. ده اسمه skip counting، إن أنا أحط في عقلي الرقم الأولاني وبعدين أجمع عليه الرقم التاني وبعدين أجمع عليه الرقم التالت. ده اسمه skip counting. يبقى 4 8 12، يبقى العدد اللي عندنا 12 hearts. ممكن نعمل skip counting عن طريق ان احنا نجمع عدد الكولمز مش الروز، زي برضو ما هنقول 3 بعدين 6 بعدين 9 بعدين 12. جمعنا 3 دي 3 بقت 6، جمعنا 6 3 بقت 9، جمعنا على 9 جمعنا على 9 3 بقت 12 زي ما هو قال لنا هنا من شوية. يبقى 3 6 9 12، ده اسمه السكيب كاونتنج. الطريقه الثانيه اللي احنا قلنا عليها اللي هي ريبيتد اديشن او الجمع بالتكرار، الجمع المتكرر. تو فايند ذا توتال نمبر اوف اريز، لايجاد عدد الاوبجكتس او العناصر الموجوده في الاري. زي ما احنا عرفنا ان هو في عندنا هنا 3 روز او 3 صفوف، هنجمع كل رو فيه قد ايه. 4 بلس 4 بلس 4 هيبقى 12. أو هنجمع عدد الـ objects الموجودة في كل column، هنجمع 3 plus 3 plus 3 plus 3 هيبقى 12 برضه. دي الطريقتين، طريقة الـ skip counting وطريقة الـ repeated addition. skip counting العد بالقفز، repeated addition اللي هي الجمع بالتكرار. تعالوا نحل بعض الـ exercises مع بعض على الجزء ده. فعندنا هنا في الاكزامبل ده بيقول لنا write the repeated addition and skip counting steps to find the total of each of the following. فهو بيقول لك هنا حل لي بقى المثال ده والمثال ده بالطريقتين، بالrepeated addition وبالskip counting. الrepeated addition هنحلها ازاي والskip counting هنحلها ازاي؟ قدامكم دقيقة تحلوا فيها وهشوف الحل دلوقتي. Six
ال repeated addition. ال repeated addition عندنا هنا أول حاجة repeated addition بنشوف عندنا هنحلها عن طريق الروز ولا ال columns. هنحلها مثلا عن طريق الروز، عندنا 1 و 2 يبقى عندنا 2 rows. كل row فيه قد إيه؟ 3. 1 2 3 كل row فيه كل row فيه 3 في 3 objects أو 3 عناصر، يبقى عندنا 2 rows صفين كل رو فيه 3 اوبجكتس او 3 عناصر، يبقى هنجمع 3 بتاعت الرو الاولاني بلس الرو الثاني 3 برضو بتساوي ايكوال 6. دي طريقه ريبيتد اديشن. لو عملناها بقى سكيب كاونتنج هنحلها برضو عن طريق ان احنا نشوف مثلا الروز، فالرو الاولاني فيه 1 2 3 يبقى نكتب هنا 3، وهنروح حاطين في دماغنا ايه، حاطين عليها 3 تاني اللي هي بتاعت الرو تاني هتبقى 6. يبقى دي طريقة repeated addition ودي طريقة escape counting. تعالوا نحل دي مع بعض. هنا في كام رو وفي 3 يبقى في عندنا 1 2 3 في عندنا 3 rows. في عندنا كام column 1 2 3 4 عندنا 4 columns. احنا ممكن نحلها برضه عن طريق الروز repeated addition. الرول واحد فيه قد ايه؟ الرول واحد فيه 1 2 3 4 يبقى عندنا 3 rows او 3 صفوف كل رو فيه 4 او 4 objects، يبقى نكتب هنا 4 وهنجمعها على نفسها 3 مرات لان احنا عندنا 3 rows plus 4 plus 4 يبقى equal كام؟ 12. equal 12. طب لو حللناها عن طريق السكيب كاونتنج او العد بالقفز يبقى هنقول اول رو فيه 4 هنحط عليه الفور بتاعت الرو التاني هيبقوا 8، هنحط عليهم الفور بتوع الرو التالت هيبقوا 12. وبكده عرفنا الحل الاكسرسايز الجميل ده بمنتهى السهوله. بقيه الامثله علينا هوم وورك. ولو في حاجة وقفت قدامنا ياريت تبعتولنا في التعليقات أو على القناة بتاعتنا أو على صفحتنا على الفيسبوك وهنرد عليكم أكيد إن شاء الله. Homework. ونروح ل lesson 17 و 18 أو درس 17 و 18 عندنا واسمه multiplication. multiplication او عملية الضرب. ازاي بقى نعمل عملية الضرب؟ اكيد انتوا سمعتوا عن جدول الضرب قبل كده وازاي بنستخدم التايم تيبل او جدول الضرب ده في ان احنا نحل مسائل جميلة. المالتيبليكيشن او عملية الضرب دي بتسهل علينا حاجات كتير قوي. بدل ما اقعد اجمع 4 plus 4 plus 4 plus 4 اربع مرات ممكن اروح قايل 4 by 4 أو 4 في 4 هيدينا نفس النتيجة وهي 16. المالتيبليكيشن أو عملية الضرب بتسهل علينا جدا مسائل كبيرة ممكن تكون خاصة مثلا بعملية الجمع. بدل ما أجمع مثلا 2 على نفسها 5 مرات ممكن أقول 2 by 5 أو 2 في 5 equal، بدل ما أقول 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 5 مرات لا أروح قايل 2 by 5 2 في 5 هلاقيهم هيطلعوا في الاخر 10 وهي نفس النتيجه. فالمالتيبليكيشن او عمليه الضرب طريقه وطريقه بتسهل علينا حل المسائل والعمليات الحسابيه اللي ممكن ناخد فيها وقت طويل. فدي هي اهميه وفائده المالتيبليكيشن او عمليه الضرب. فهنا بيقول لنا multiplication as repeated addition. المالتيبليكيشن او عمليه الضرب زيها زي الريبيتد اديشن او الجمع المتكرر اللي احنا لسه واخدينها من شويه. فبيقول لك مثلا there are three equal groups، عندنا ثلاث مجموعات متساويه فيهم نفس العدد of five flowers من 5 زهور. ادي اول جروب في five flowers، ثاني جروب في five flowers، وثالث جروب في five flowers. فعندنا three equal groups كلهم كل واحده فيهم فيها five flowers. لو احنا عايزين نعرف عدد الفلاورز اللي في الجروبس كلها هنعمل repeated addition 5 plus 5 plus 5 زي ما قلنا equal 15 flowers. ده طبعا addition sentence او جملة
فيها عملية الجمع. أما لو عايزين بقى نحلها بطريقة تانية، هنحلها زي ما قلنا بالطريقة بتاعت المالتيبليكيشن. هنقول 3 multiplication symbol اللي هي by دي، وبعدين عندنا في 5 equal، هنلاقي عندنا النتيجة اللي هي ايه البرودكت او الناتج اللي هو ايه 15 زي ما قلنا من شوية. دي اسمها multiplication sentence او جملة فيها عملية الضرب. فهنا بنقولها بتتنطق كده 3 times 5 او 3 في 5 equals 15. 3 times 5 equal 15. تمام؟ طبعا ده اسمه factor او عنصر، وده اسمها multiplication symbol او الرمز بتاع عملية الضرب، وده اسمه factor برضو وبيكوال هنا، وبعدين ده الناتج اسمه product، product أو حاصل الضرب، حاصل عملية الضرب. فهي دي طبعا الـ multiplication sentence أو جملة فيها عملية الضرب. تعالوا نشوف الـ example رقم 1 ده. يقول لنا هنا write an addition sentence، اكتب جملة فيها عملية الجمع، and a multiplication sentence وجملة فيها عملية الضرب to find the total، لعشان توجد الإجمالي بتاع العدد بتاع الأوبجكتس الموجودة. فطبعا هنا repeated addition عندنا في هنا أدي جروب في two ducks، كل جروب في 2 ducks زي ما احنا شايفين قدامنا. ف repeated addition هنكتب 2 plus 2 بيساوي equal 6. أما لو عملناها multiplication sentence أو جملة فيها عملية الضرب، هنكتب 2 اللي هي عدد الدوكس في كل جروب times 3 أو مضروبة في 3 يبقى equal 6 برضه. عندنا هنا برضو في 4 groups، أدي 1 2 3 4 أربعة أو أربع مجموعات. الجروب الواحدة فيها 3 objects 1 2 3، لو جمعناهم على بعض هنكتب 3 اللي هي خاصة بكل مجموعة plus 3 لأن هما 4 groups زي ما قلنا equal 12. لكن لو استخدمناها multiplication وعملناها multiplication sentence هنكتب 3 times 4 اللي هي بتاعت المجموعات، عدد المجموعات 3 اللي هي 3 objects أو 3 عناصر times 4 أو في 4 مجموعات equal 12. ده باختصار المالتيبليكيشن، وطبعا المفروض ان هو سهل جدا، عايزكم بس تحلوا exercises كتير علشان تقدروا تهضموا الدرس ده. وين عندنا طبعا الباقي ده هوم ورك. وكده هنكون وصلنا لبيج 108 او صفحة 108. اتمنى ان انت تحل الهوم ورك اللي عليك، ولو في حاجة وقفت قدامكم زي ما قلنا يا ريت تقولولي وتبعتولي على الصفحة بتاعة القناة على الفيسبوك. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.